مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اسأل المدير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. كما عودناكم دائما في هذا البرنامج فإننا نقوم بطرح أسئلتكم على مدير عمليات الأونروا في غزة السيد روبرت تيرنر في محاولة لإيجاد الإجابة الشافية عليها. دعونا بداية نرحب بمدير عمليات الأونروا ضيفنا الدائم السيد تيرنر. مستر تيرنر، ويلكم. رمضان كريم. رمضان كريم تيوتو. أعلم أنني سبق أن سألتك العديد من الأسئلة، ولكن توقع المزيد منها. بالطبع سيد تيرنر، ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان المبارك، نود التعرف على الأعمال التي قامت بها الأونروا لدعم ومساعدة أفقر الفقراء من اللاجئين خلال هذا الشهر الفضيل. لقد استمرت برامجنا الاعتيادية بالعمل كالمعتاد، بالطبع، كما استمر توزيع المعونات الغذائية، كما تلقينا منحة من مؤسسة خليفة بن زايد، مكنتنا من توفير وجبات رمضانية خاصة لنحو 4000 أسرة تم توزيعها من خلال 20 من مؤسسات المجتمع المحلي الشريكة في غزة. لقد أعلنت الأونروا مؤخرا عن استجابتها العملياتية للأزمة الممتدة في قطاع غزة المحاصر. إلى أي مدى ستعززون من مشاركة المجتمع في هذه الاستجابة؟ من عدة نواحٍ، فإننا نقوم بالعديد من مبادرات التوعية والنقاش والمشاركة المجتمعية حالياً، والأولويات التي نضعها هي بالطبع مستندة إلى نقاشات مع موظفين الذين هم من اللاجئين ومع المجتمع. وبشكل أكثر تحديداً، فإن أحد المجالات التي نرغب في تعزيز مشاركة المجتمع بها، وهي أحد المحاور الرئيسية لاستجابة الأنور والعملياتية في العام 2020، والتي تتمحور حول تطوير المخيمات لتحقيق تطوير عمراني جوهري في مخيمات اللاجئين. ونحن على أمل بأن نتلقى قريبا ردودا أولية من إحدى الجهات المانحة حول المشروع التجريبي الذي ننوي القيام به في مخيم دير البلح. والخطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين داخل المخيمات بشكل جوهري، ولكننا نفعل ذلك بالتشاور مع المجتمع. وبالتالي فعلى أفراد المجتمع أنفسهم المساهمة في تحديد التغييرات التي يرغبون في إجرائها داخل المخيمات. ولا نرغب هنا بالحكم مسبقا على ما قد يرغب به المجتمع، ولكن يمكن أن يتعلق الأمر على سبيل المثال بتوسيع الطرق، زيادة المساحات الخضراء، تطوير المساكن والبنية التحتية. وسيتم وضع سقف مالي وجدول زمني عندما يحين الوقت لتطوير الخطة، ولكن سيتم وضع هذه الخطة بالتشاور مع المجتمع، وهذا يتطلب مشاركة كافة أفراد المجتمع، ليس فقط قادة المجتمع المحلي، وإنما أيضا الشباب وكبار السن. ويجب أن نحرص على تمثيل كافة شرائح المجتمع بشكل جيد في عمليات التخطيط. وليس بالضرورة أن يعني ذلك أن الأمر سيكون سهلا، ولكن فيما يتعلق بتطوير المخيمات يجب أن تتم مشاركة المجتمع، لأننا نحاول تطوير وإدخال تحسينات جوهرية على الأحياء التي يقطنونها أنفسهم. عند النظر إلى هذه الدراسة، يجب الأخذ بعين الاعتبار المسألة المتعلقة بتفويض الأونروا برعاية مصالح اللاجئين فقط. ولكن هل سيكون لاستجابة الأونروا العملياتية في العام 2020 تأثير على غير اللاجئين؟ أم هل سيقتصر تركيزها على اللاجئين الذين يتلقون خدمات الأونروا؟ إنه خليط من الأمرين، ف70% من إجمالي السكان هم من اللاجئين، وبالطبع فإن تفويضنا يقتصر على اللاجئين، ومعظم برامجنا تستهدف اللاجئين، ولكن لا يمكننا أن ننشئ طريقا في غزة من دون أن يستفيد منها كلا الطرفان، وإن كانت غالبية المستفيدين هي من اللاجئين، وهذا الأمر ينطبق كذلك على مشاريع البنى التحتية. وهناك طريقتان يستفيد من خلالهما غير اللاجئين. الأول هو مشاريعنا الجارية، على سبيل المثال مشاريع الإنشاء، حيث إننا نقوم بخلق ما بين 7000 إلى 8000 فرصة عمل في قطاع الإنشاءات من خلال مشاريعنا الجارية حاليا. ومن المعقول الافتراض بأن نسبة المستفيدين من فرص العمل هذه من اللاجئين وغير اللاجئين متقاربة، فغير اللاجئين يستفيدون بصورة غير مباشرة من برامجنا الحالية. والكثير من الخطط التي عرضناها في تقرير غزة في العام 2020 استجابة الأنور والعملياتية والمتاحة للقراءة للجميع عبر موقعنا باللغتين العربية والإنجليزية، وأنا أشجع الجميع على الاطلاع عليه. فكما قلت، العديد من هذه التدخلات والتي نأمل بأن نباشر بها خلال الأعوام القادمة
تتعلق بقضايا أكبر من اللاجئين فحسب، كقضايا المياه والكهرباء وصحة البيئة على سبيل المثال، حيث إننا نبحث في مسألة تركيب الألواح الشمسية في منشآتنا والتي ستستفيد منها الأونروا من خلال تقليص احتياجاتها من الكهرباء، وأيضا سيستفيد منها عامة السكان، لأننا بذلك سنزيل عبئا كبيرا عن شبكة الكهرباء، مما يعني توفير كهرباء أكثر للسكان. كما أننا نبحث في مشاريع المياه كمشروعات التحلية الصغيرة والتي سيستفيد منها اللاجئون وغير اللاجئين، وبصورة مشابهة قضايا صحة البيئة، حيث إننا نجمع ونتخلص من حوالي 7,000 طن من النفايات الصلبة من المخيمات كل شهر. ولذا فنحن نبحث في دعم قطاع إعادة التدوير لخلق فرص العمل وبالتالي تحقيق فائدة اقتصادية مما هو حاليا عبارة عن مجرد نفايات توضع في المكبات، وهو أمر سيعود بالنفع على اللاجئين وغير اللاجئين. وبالتالي فتفويضنا لم يتغير، ويبقى تركيزنا الأساسي على تقديم الخدمات للاجئين، إلا أن الكثير مما نقوم به يفيد أيضا غير اللاجئين. فقد قدمنا العام الماضي 16% من إجمالي الناتج المحلي في غزة، وهو أمر يعود بالفائدة على الجميع. While still bearing this in mind, you still think of another dimension that UNRWA. من المعروف أن الأونروا تملك مواردها وبرامجها وخططها الخاصة بها، ولكن هل ستقوم الأونروا في سياق تنفيذ استجابتها العملياتية الموضحة في تقرير غزة 2020 بالاشتراك مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات دولية غير حكومية لمحاولة البحث عن مصادر جديدة للطاقة المتجددة لإيجاد حل شامل؟ أجل، ولكن أولاً ومن باب التوضيح، لدينا برامجنا الخاصة ولكن ليس ميزانيتنا الخاصة، حيث أنني تفاجأت بحديث الناس عن موازنة الأونروا وكأن الأونروا تملك أموالاً وموارد مالية خاصة بها، والحقيقة أننا يجب أن نجمع كل دولار لموازنتنا كل عام من التبرعات والمساهمات الطوعية، وبالتالي ليست لدينا موازنة حرة بهذا المعنى. أما بالنسبة لقضية التعاون والتنسيق مع وكالة أخرى حول بعض هذه المشروعات، تتعلق بالحرص على التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في التدخلات داخل كل قطاع أكثر من كونها تتعلق بالشراكة. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت الأونروا عمل مشروع يتعلق بالمياه كمشروع محطة معالجة المياه العادمة والذي اقترحنا إنشاءه في رفح، فيجب التنسيق مع مصلحة مياه بلدية الساحل ومع مصلحة المياه الفلسطينية لضمان تماشيها مع الخطط الاستراتيجية التي تضعها السلطات ذات العلاقة لهذا القطاع، وبعدها نقوم بالتنسيق مع الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم حاليا ببناء محطة معالجة المياه العادمة في منطقة خان يونس، وسنقوم بدورنا ببناء محطة في رفح، وبالتالي فيجب التنسيق مع السلطات ذات الصلة في القطاع المعني، ولكن لا يعني ذلك تحديدا وجود برامج مشتركة. كما نوهتم حضرتكم، فإن هذا التقرير غني جدا ويقدم معلومات أساسية وجوهرية، وهو متاح للجميع عبر موقع الأونروا، ونحن نشجع الموظفين واللاجئين وكافة الأطراف المهتمة بزيارة موقع الأونروا والاطلاع عليه، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية. اسمح لنا بأخذ فاصل قصير ومن ثم نكمل حلقتنا. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم. أهلاً وسهلاً بكم من جديد. مستر تيرنر، if I go further in the list of questions. سيد تيرنر، تتناول الأسئلة القادمة موضوعات أكثر تقنية وتتعلق بالتوظيف في الأونروا، وأحد هذه الأسئلة يتحدث عن أن الأونروا توظف أعداداً أكبر من النساء مقارنة بالرجال، وهو ما يزيد من أعداد نساء العاملات في الأونروا، ولكنه يعني انخفاض أعداد الرجال العاملين فيها. والسؤال هنا، هل يمكن خفض متطلبات التوظيف لدى الرجال عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة؟ لا أعتقد أننا نقوم بتوظيف أعدادا أكبر كثيرا من النساء مقارنة بأعداد الرجال، فالقوة العاملة لدينا حاليا هي 51% من النساء و 49% من الرجال، وبالتالي هناك توازن تقريبا في هذه الناحية.
والتوظيف يكون على اعتبار الكفاءة، فنحن نقوم بتوظيف الأشخاص الأكثر كفاءة بغض النظر عن النوع الاجتماعي. وتزيد نسبة النساء في قطاع التعليم خاصة كونهن يحققن نتائج جامعية أفضل، وبالتالي فالمعيار هو الكفاءة. لدينا بالطبع مدرسين في مدارس الذكور فوق الصف الرابع الابتدائي ومدرسات في مدارس الإناث، إلا أنه في المجالات الأخرى فهناك حياد بين الجنسين فيما يتعلق بالتوظيف، وستستمر الكفاءة معيارا للتوظيف لدينا. بالتأكيد. أسئلة أخرى أيضا كانت تتعلق بوظائف العمال. لماذا لا تقوم الأونروا بالإعلان عن وظائف العمال؟ أجل، إن وراء ذلك سياسة تتبعها الأونروا منذ وقت طويل، فوظائف المبتدئين كعمال النظافة والحراس وأذنة المدارس بشكل رئيسي يتم منحها عن طريق القرعة للأسر المسجلة لدى الأونروا كأفقر الفقراء. وبالتالي فإن طريقتنا للتأكد من حصول هذه الأسر المحتاجة على هذه الوظائف، ولذلك لا نعلن عن هذه الوظائف. سؤالي التالي يتعلق بالتعويضات الممنوحة للأسر التي تأثرت بحرب 2008 و2009، حيث ما زالت بعض الأسر تتساءل إذا ما كانت ستحصل على تعويضات من الأونروا. لقد زرت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية منذ 6 أسابيع، حيث وقعنا اتفاقية بقيمة 42 مليون دولار أمريكي، والتي ستخصص للأسر المتبقية، والتي يصل عددها إلى حوالي 1100 أسرة والذين فقدوا منازلهم خلال عملية الرصاص المصبوب. أما بالنسبة للأسر التي تعرضت منازلها لأضرار طفيفة والأسر التي كان بالإمكان إصلاح منازلها، فقد أنجزنا ما يخصها. أما هذه الاتفاقية الأخيرة فهي تخص الأسر التي فقدت منازلها بالكامل، وذلك لإعطائهم الفرصة لإعادة بناء مساكنهم. وهذه العملية جارية على قدم وساق، ونحن نشجع الأسر على المضي قدما للحصول على تراخيص البناء وخطط البناء للتقدم في العملية. نحن نتحدث هنا عن 1100 منزل جديد، وبالتالي سنحتاج لبعض الوقت للانتهاء منها، ولكننا نتوقع الانتهاء منها تماما في غضون العامين القادمين. ولكن كما بينت فالعملية جارية وقد تم تأمين التمويل اللازم لها، وبالتالي ستكون هذه الأسر هي الأخيرة المتبقية من الذين تأثروا بذلك الصراع. هل علمت هذه الأسر بهذه الأخبار الطيبة؟ المفروض أنهم على علم بهذا الآن، وإذا لم يكن هذا هو الحال فيجب أن يتواصلوا مع موظفي الأونروا وذوي العلاقة. يبقى سؤال أخير، وهو من بعض المنتفعين الذين يراجعون مراكز الأونروا للرعاية الصحية، حيث يقول بعض اللاجئون المنتفعون بأن مراكز الرعاية الصحية للأونروا لا تقوم بإجراء اختبار الهيموغلوبين الجلوكوزي للمرضى الذين يعانون من السكري، وهو اختبار هام وضروري لتحسن صحة المريض، فلماذا لا يتم ذلك؟ تجري الأونروا 3 اختبارات مختلفة لمرضى السكري، ونحن مرتاحون للنتائج التي نتلقاها من هذه الاختبارات. ولقد بحثنا أمر إجراء اختبار الهيموغلوبين الجلوكوزي لمرضى السكري، وبكل صراحة فهو اختبار عالي التكلفة، حيث سيكلفنا نحو 200,000 دولار أمريكي سنويا، وهو مبلغ أكبر من تكلفة الاختبارات الأخرى مجتمعة. الاختبار متاح ونحن نستخدمه في حالات معينة وبشكل خاص مع السيدات الحوامل والأطفال لفحص الأنيميا، ولكن بالنسبة لحالات الإصابة بالسكري وهو عدد أكبر بكثير حوالي 35,000 شخص، فإجراء هذا الاختبار مكلف للغاية، وبالتالي فنحن نعتمد على 3 اختبارات منفصلة أخرى والتي تعطينا نفس النتائج. سيد تيرنر، في نهاية هذه الحلقة أتمنى لك رمضانا كريما. إذا مشاهدينا الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على المتابعة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. هذه ميلينا شاهين تحييكم، وإلى اللقاء.